دلوقتي تعالوا نتابع مع بعضها من الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيعقد أول مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. النهاردة هتقدم فرقة الأرتيستو العرض المسرحي العيلة عن مسرحية كلهم أبنائي للكاتب الأمريكي آرثر ميلر على مسرح الجزويت بوسط البلد في تمام الساعة 8 مساءً، وحصل على أفضل عرض مسرحي خلال مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي لعام 2023. النهاردة هيتم افتتاح معرض مختارات صيفية ل 25 فنان تشكيلي بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس في تمام الساعة 6 مساءً بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وعدد من الشخصيات العامة. لعشاق الكرة المصرية موعده النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري، هيلتقي الأهلي مع الداخلية في تمام السابعة، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.